صحف أوروبية ألمانية وأسبانية وإنجليزية، صحف في أوروبا تتناقل علاقة البلوزاريو، علاقة تنظيم البلوزاريو الإرهابي بحزب الله في لبنان وإيران المحرك للكل، الأم لهذه التنظيمات أو الميليشيات. تحدثت الصحف في أن علاقة حزب الله بالبلوزاريو أنها تمدها بالسلاح اللي مؤخرا له علاقة بحادث السمارة، الصواريخ التي أطلقت على منطقة السمارة، ده اللي بتقوله صحف ألمانية ونقلت عنها صحف أسبانية وإنجليزية، لم يقوله المغرب إلى الآن، لم تخرج نتائج التحقيقات، لم يفصح عنها في مجلس الأمن، إنما الحديث في صحف أوروبية عن الطمع الإيراني في المغرب كقطب في إفريقيا وخاصة غرب إفريقيا. ومن سنوات كان المغرب قطع علاقات مع إيران بسبب العبث في أمن واستقرار المغرب. هذه العلاقة هل هي كينة؟ كينة، ما فيش كلام يعني، لأن الانبطاح الجزائري لإيران يخبرك عن ريحة الموضوع. والعلاقة مع سوريا والسعي باستماتة لإعادة سوريا إلى ما سماه عبد المجيد معرفش إيه، الحضن العربي والحضن، الحضن البوس البوس، وقمة لم الشمل، أو التي سميتها أنا شم النمل، والتي كان هدفها الأساسي هو عودة سوريا بإعاذ من إيران لجمع الدول العربية، لكن العرب رفضوا، بل أن نص الحكام العرب اللي لهم نزاعات ومشاكل مباشرة مع إيران زي السعودية زي الإمارات ما حضروش القمة أو قمة شم النمل. وحصل بعد ذلك أن لم يحضر الرئيس عبد المجيد معرفش إيه جميع الاجتماعات سواء كانت العادية أو الطارئة في جمع الدول العربية. وإلى الآن النزاع الأساسي بين الجزائر والإمارات والجزائر والسعودية هي إيران كخبيث موجود، مع أن إيران والسعودية في تقارب مؤخرا قيل عن مصالحة لكنها لم تتم إلى الآن. الإمارات قيل أنها بينها وبين إيران تقارب أيضا لكنه لم يتم إلى الآن، لأن مش هتحصل العلاقة دي في الخليج. العلاقة اللي عاش في الخليج يعرف كويس جدا أن العلاقة بين الخليج، دول الخليج مجتمعة مع إيران، علاقة ما هياش، العلاقة مشبوهة من الأول ومعروفة، ومعروف أن الجزائر لها دور في هذا. الجزائر أيضا في الوقت نفسه هي الراعي الأساسي أو هي المحرك أو هي القصة، هي الحدوتة. البلوزاريو ما هم إلا جماعة من المرتزقة لقطوا من كل مكان في إفريقيا وعملوهم ما يسمى بين قوسين بالشعب الصحراوي، والمغرب له فيهم يعني فيهم من أصول مغربية بضعة مئات الأصلي المغربي الأصلي، أما الباقي بقى ملقط من كل فج عميق يعني. لذلك أن تتحدث الصحيفة عن علاقة بين حزب الله كديل لإيران والمحرك الأساسي هو إيران وميليشيا البلوزاريو تماما، بل أن هناك لهم فيديو، مش عايز أنشر الفيديوهات البائسة دي، بيورونا الأنفاق وعاملين يعني بيتقمصوا شخصية أبو عبيدة وعايزين يركبوا على زخم ما يحدث في فلسطين، وطبعا شتان بين هذا وذاك، عايزين يركبوا وشوفوا الأنفاق، وجابوا صحفية نزلوها في الأنفاق وصوروها ومش عارف يأكلوا في الرمل، حاجة بائسة جدا تافهة جدا، عشان يركب على هذا الزخم ويلتموا برضو زي أبو عبيدة. يعني نفس بؤس الجزائريين لما تقمصوا شخصية أبو عبيدة في البرلمان، حاجة تافهة للغاية، يعني يثبت لك بما لا يدع مجالا للشك أن فعلا لهم علاقة، الميليشيات لها علاقة ببعضها، لأن ده مخطط إيراني ما فيش فيه كلام. وسبب قطيعة العرب للجزائر وعدم ثقتهم في الجزائر وعدم قبول عودة سوريا، ثم بعد ذلك تعقد القمة في جدة السنة اللي بعدها في السعودية، ثم في قمة جدة يقرروا أن تعود سوريا إلى جمع الدول العربية لكن من خلال دول الخليج، ده يثبت لك أن فعلا الجزائر ترعى ميليشيات مدعومة من إيران بشكل عام وحزب الله بشكل خاص، والسلاح اللي موجود دلوقتي بدأوا يستوردوه، وده ما يجب على الأمم المتحدة أن تقف عنده.
لازم الأمم المتحدة أو بعثة المينورسو تقف عنده وتحقق فيه، وإذا ثبت هذا تعلن جماعة إرهابية فورا، وهو هيثبت يعني. يعني ده ما فيش فيه كلام، حتى لو لم يكن لها علاقة بحزب الله وده مستبعد، أو بإيران وده مستبعد، لأن الجزائر منبطحة لإيران بشكل كبير جدا وده معروف. حتى لو لم يثبت هذا فبرضو العملية التي ارتكبت هي عملية إرهابية 100% استهدفت مدنيين بشكل بائس جدا، ينم عن عدم خبرة، ينم عن عدم وعي، ينم عن عدم سياسة. عملية إرهابية شكلا وموضوعا ومكتملة الأركان. لذلك مسألة أن تثير الصحف أوروبية أسبانية وألمانية وإنجليزية هذه القضية، فده معناه أن بيدقوا ناقوس الخطر. يجب أن يعلم الأوروبيين أن أمن شمال إفريقيا من أمنهم، أمن المنطقة من أمنهم، وعندما انفلت الأمن في ليبيا عانوا وهيعانوا أكتر، وبدون أن ينفلت الأمن في الجزائر بيعانوا من الحراجة ومن المهاجرين، إضافة إلى أن هناك تقارير كثيرة تحذر من حالة الجنوح، حالة الارتماء المبالغ فيه نحو تأييد إسرائيل في بداية ما حدث في طوفان الأقصى. ده أدى إلى عمليات عنف في أوروبا وفي أمريكا، ارتكبت عمليات عنف دينية وطائفية في أمريكا وفي أوروبا، وحذروا وقالوا إنها تعود تاني العمليات الإرهابية الانتقامية مننا بسبب حالة منع المظاهرات وحالة الانحياز المرضي لإسرائيل، وده مازال مطروح إلى الآن. إذن أمن أوروبا مهدد في حالة وجود هذه الميليشيا، أو في حالة عدم مواجهة الإرهاب من بدايته. في حالة عدم مواجهة الإرهاب المغرب هو بوابة مهمة جدا، ولما المغرب دخل في مشاكل مع أسبانيا وقال لهم أنا مش دركي، مش هحمي حدود حد، ناضت أوروبا كلها، والآخر اضطروا يخضعوا للمغرب أمنيا، قال لهم أنا مش هحمي حد، احموا نفسكم، لأنه بوابة مهمة جدا. لذلك خضعوا وحمى الحدود، والمغرب أحبط عمليات إرهابية، يلا آخرها من أسبوعين في أوروبا أيضا أحبط عمليات إرهابية بسبب مخابراته. لذلك المسألة معقدة ومتشعبة ومش بعيدة عن أوروبا. لذلك صحافة أوروبا تحذر مش بس من هذه الميليشيا المدعومة من إيران اللي هدفها إنها تطوق المنطقة بالكامل، وده اللي لن يسمح به أحد بالمناسبة، لا المغرب ولا غيره، لا المغرب ولا دول الشرق الأوسط ولا دول الخليج، ولا مصر هتقبله ولا حد هيقبله، لأن تطوقنا بالشيعة ده أمر مرفوض وأمر الجزائر طرف فيه، والجزائريون انت عارفين النظام اللي موجود ده لا يحسن السياسة ولا يحسن الدبلوماسية، ونظام وظيفي شغلته اللي يجي يلزقه على قفاه ويضحك عليه ويركبه، وما مدرك لأبعاد القضية، ومتخيل ان إيران حبيب له، ومتخيل ان إيران هتفيده، ومتخيل ان هو لم يتحرك مش مكشوفة نواياه. ولذلك كل ما حدث من شقاق بين الجزائر أو بين النظام الجزائري وبين العرب هو جزء مما يحدث اللي بقيته حادث السمارة ده. وحادث السمارة ده على فكرة حادث بائس، وهيبقى مسمار الأخير في نعش هذا التنظيم الإرهابي اللي هينتهي مفيش كلام، وهيعلن إرهابي مفيش كلام، ولسه التحقيقات هتثبت إن لو ثبتت إن الصواريخ دي من إيران أو من حزب الله وهو من إيران أيضا، هتبقى دي النهاية سواء لهذا التنظيم وللرعاة الرسميين الكبرانات اللي راعيين هذه الميليشيات الإرهابية التي أصبح العالم كاملا يعرفها ويعرف
نواياها ويعرف تحركاتها وحتى العرب أيضا. ولذلك نبذوا هذا النظام الكبراناتي الوظيفي الداعم للإرهاب نبذوه. وصحف أوروبا النهاردة بتتكلم، وده كويس ليمهد للحكومات الغربية وللشعوب الغربية وللرأي العام أن هذا النظام الميجو وأتباعه من الكبرانات نظام وظيفي شغلته خلق الفتنة وخلق التوترات في شمال إفريقيا وتهديد المغرب كقطب في إفريقيا، وأيضا تهديد العالم العربي كله وتهديد إفريقيا بالكامل. نظام لا ثقة فيه، وبانت ملامحه من قمة شم النملة ولم الشمل ولم لما راح أسد الدبلوماسية بتاعهم ده العمامرة للتدخل في قضية سد النهضة، انحاز لأثيوبيا وفضحوا أبي أحمد على ما وصل القاهرة راجع من أثيوبيا في القاهرة قبله وزير الخارجية سامح شكري قال له على داركم، عشو مشو وما اتكلمش في القضية تاني، مع انهم كانوا مطنطنين في الصحف العمامرة يدخل على الخط اسد الدبلوماسية مش عارف هيعمل ايه، احنا اللي هنحل القضية. اكتشف خبثهم مبكرا وقالوهم ملكوش علاقة بالموضوع. نفس القصة في قضية سوريا وعودة سوريا الى جميع الدول العربية. لذلك هذا النظام الكبراناتي ريحته عطت والكل بقى شامم ريحته، وقريبا وانا بقول لكم الايام بيننا سيعلن هذا التنظيم ارهابي، واذا الجزائر لم تتخلص منه في فترة وجيزة سيعلن هذا النظام راعي للارهاب، وهتدخل الجزائر في دوامة جديدة لن تنتهي الا بخراب البلد بالكامل والشعب يعاني. ازمة كبرى يسعى هذا العبد المجيد الذي لا يحسن السياسة ولا يحسن الدبلوماسية، وقلنا ده في مواقف كثيرة. اولا مقاطعة الكل، العداوة للكل، محيطه مكبره، خميرة عكننة مع المغرب مع تونس مع النيجر مع مالي مع اسبانيا مع فرنسا، في محيطه خميرة عكننة، ومع ليبيا ايضا. ليبيا برضو قالوا له اقعد في حالك ابعد عننا الله يخليك، المصالحة والمصالحة قالوا له الله يخليك ابعد عننا، ومع دول الخليج ومع مصر ومع الكل خميرة عكننة، من ما يروح يكرفوه يقولوا له يا عم روح ابعد عننا الله يسير الله يعاون يا عم اقعد في حتة ناشفة، كل قرد يلزم شجرته والله العظيم. حتى ايطاليا راح يعمل معاه اتفاقيات، جورجينا لسعته على افاقه ولبته وراحت عملت اتفاقيات مع قطر لتوريد الغاز من بعد سنة 26 نهاية عقد بطيخة لمدة 27 سنة. هذا الرئيس الفاشل يقود الجزائر للهلاك، ده اذا ما كانتش هلكت فعلا. لذلك صحف اوروبا هذا التقرير هو بداية، وهتشوفوا الباقي هيتكلموا فيه كتير، ولسه مازال الى ان يعلن هذا النظام في شهور قليلة قادمة نظام راعي للإرهاب. واتمنى ان يحدث هذا عشان يتربوا ويعرفوا ان الله حق. دي الحكاية، شوفكم على خير.